المشكلة عندنا هو الطرد الجماعي، طرد جماعي وتعسفي وبدون أي مبرر ولا شي حاجة. معنا عمال 25 عام بالخدمة و 30 عام بالخدمة، السبب الطرد ديالهم أنهم قال لك عملوا أبوندومون دو بوست. أبوندومون دو بوست كنظن أن واحد جوج يمكن حق ديال أكثر من 50 ديال الناس، ما كنظنش غادي يكون. المهم المشكل بدا هو نهار 18 في شهر 3 تفاجأنا على مواقع الاجتماعية فيسبوك لأن الفندق تشد. نهار التنين جينا نخدموا فحالنا فحال الناس، ما فرصنا ما نعاودوا ما نعاودوا، جينا نخدموا جبنا الفندق مجدود. تفاجأنا ديجا كانت كاينه واحد الهضره كدور داخل لان المدير العام وديك الاداره كامله عندها الغرض تجري على العمال. المكتب النقابي ديالنا بما ان المؤسسه فيها مكتب نقابي كان كيستدعي الاداره قبل ما يوقع المشكل عند السلطات، كان كيستدعيهم اللي يجيو يطرحوا هذه المشكله هذا ويشوفوا واش صحيح ولا اشاعات. ما كانوش كيبغيو يجيو متين على الجلسه الاولى والثانيه والثالثه، كانوش كيبغيو يجيو. وقع المشكل، جا الطرد من موراه، بقاو كيعيطوا له نفس المشكل. المكتب النقابي كيستدعي الاداره عند السلطات، ما كانوش كيبغيو يجيو، دائما كيعملوا متينة. هادشي اللي كاين. المطالب ديالنا هو الرجوع للعمل ويتعاقب هذا اللي عمل هادشي هذا في الدراويش هادو كاملين. هنا الواحد كثر من 20 عام و 25 عام بالخدمه، ما يمكنش يجي واحد النهار عاد تيعجي هذا الحماق يا راسو يعمل هذا المنظر. وهادشي اللي كاين. ودابا حنا 8 شهور حنا في الزنقه، الاولى بعدا عامله خروقات في قانونات الاداره، ما احترمتش الحد الدستوري بان مؤسسه عاد تشد وعندك مكتب نقابي خصك تعلمه باش تشوف مصير هاد العمال شنو غاتعمل معاهم. واش شوماج تكنيك، واش عديهم شي بلاصه ولا ما، المهم هما يشوفوا الحل. الحاجه الثانيه طرد جماعي وتعسفي، والحاجه يعني كتخرق القوانين ديال الدستور اللي الدستور ديالنا المملكه ديالنا المغربيه عطينا قوانين كنمشيو عليها، هذه ما كتعترفش بهم، كتضرب عرض الحائط جميع البنود ديال الدستور المغربي. انا لا من 82 وانا خدام هنا في المنزه، باقي كانوا باقيين غير النصارى ما مشيو جهه الخساره. اليوم انت كتفرج، اليوم تفاجئنا غدا وبعدو تصدقت انا من المطرودين، باقي لي عام للتقاعد. هاد الناس هادو ما كيحشموا ما كيحيا، ما نعني الوجه للاستحياء ما عندهمش بصفه نهائيه. قبل من هذاك الشيء جيت انا كنعمل متر دوطيل، استهزاءات بدات في الاوطيل من متر دوطيل دخلوني للقهوه نعصرها، نعني واحد الشيء اللي فاردينو وعاد بالضغط. اي واحد خدم ما عجبكش كيقول لك عندنا جوج بيبان، عندنا باب لتحت مع الفندق وعندنا باب مع الولنس، اللي ما عجبوش هالباب الاوليه ولا الثانيه، استفزاز والسلام.